السلام عليكم. إذا اليوم المحاضرة المصورة السادسة. اليوم سأتحدث عن النهضة الفنية، خصائص الفن في عصر النهضة، ثم النهضة الفنية في إيطاليا. النهضة الفنية شكلت منحنى جوهريا في القرن الثالث عشر والرابع عشر في مسلك الفنون في أوروبا، وقد أنتج هذا الفن في الرسم وفي العمارة وفي النحت وفي الموسيقى وفي الأدب إلى غير ذلك. هذا الإرث الذي وصلنا منذ عصر النهضة هو إرث أغنى الميدان الفني الأوروبي والعالمي. الحركة الفنية لم توجد في أوروبا في هذه الفترة، ولكن وجدت منذ زمان بعيد، وهنا أقول منذ القرن الثاني عشر. لماذا؟ لأن هذه الجذور ظهرت تدريجيا إلى أن وصلت إلى عصر النهضة، وقد كان الفن يكرس نفسه لخدمة الكنيسة وللأغراض الدينية. تبع الحال تقدمت هذه الفنون، خاصة النحت والعمارة، وأخذت اتجاهات جديدة في هذه الفترة بسبب موجة إحياء التراث الكلاسيكي. بطبيعة الحال لا ننسى أن هذه النهضة الفنية أكدت في هذه الفترة على الإنسان من خلال الرسم والنحت. وهنا أخص بالذكر الفن، هذا الفن الذي تطور في عصر النهضة وركز على الاعتقاد الإنساني، وكذلك على إعلاء النظرة الفردية للإنسان، وأعطى قيمة للإنسان بكل تجلياته. كيف كان الفن في عصر النهضة؟ هذا الفن تأثر في عصر النهضة بعوامل متعددة، سنقتصر على البعض منها. أولاً، اختراع الطباعة لها دور مهم، لأن مكنت من طباعة الكتب، ثم نشرت المعرفة والعلم، ثم انتشار الفكر وحرية الرأي وآراء الفلاسفة والأدباء والشعراء. وهذا الفن لا ننسى أنه تأثر كذلك بالحضارة العربية الإسلامية. كيف؟ فسنجد أن علماء الغرب تأثروا بالحضارة الإسلامية فقد استفاد منهم، ونلاحظ أنهم ترجموا الكتب من العربية إلى اللغة الأوروبية إلى غير ذلك. ثم سنلاحظ كذلك انبعاث اقتصادي واجتماعي عرفت أوروبا منذ القرن 12، انتعاش في التجارة الاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى تطور ثقافي. ثم تطور مواصلة البرية والبحرية وازدهار التجارة الداخلية والخارجية، ثم تقدم النشاط المصرفي وانتعاش الحرف إلى غير ذلك. إذن هناك عوامل كثيرة، اقتصرت على البعض منها. الفن في عصر النهضة تسمى ببعض الخصائص، منها خضوع الفن لصاحبه، معناه أن الإنسان أو أن الفنان في هذه الفترة نسى مخاوف العصور الوسطى وحاول أن يكتسب الحق في حرية التعبير. الفن كذلك اكتشف معنى الجمال الذي كان يمنعه الفكر المسيحي أو الذي حرفه الفكر المسيحي. ثم سنلاحظ ظهور إبداعات تحف فنية غاية في البهاء والإتقان والرونق إلى غير ذلك. إذن طبيعة الحال هذه الأعمال مصدرها الأعمال اليونانية القديمة، فنلاحظ بأن الفنان التزم بالمبادئ التقليدية للأعمال الفنية القديمة، واهتم بالطبيعة وبالقيمة الفردية للإنسان. وسنلاحظ أنه تخلى عن الصور القديمة التي تتصف بالجمود والثبات وانعدام الحركة والانسيابية، أصبح يبحث عن صور جميلة مشتقات كما قلت من الطبيعة إلى غير ذلك.
سنلاحظ كذلك بدا الاهتمام بدراسة العلوم كالهندسة وعلم التشريح بروح علمية، وهذا بطبيعة الحال أغنى كذلك النهضة الفنية. ووجدنا ترجمة نتائج أبحاث الفنانين في القصور والكنائس، ولا ننسى بأن السلطة الدينية كانت تشجع التيار الفني إلى غير ذلك. الآن النهضة في النهضة الفنية في إيطاليا، لماذا إيطاليا؟ إذن قلنا بأن النهضة الفنية في إيطاليا بدأت في القرن 15 وتطورت عند الاهتمام ببعث الفن الكلاسيكي القديم، خاصة اليوناني والروماني فيما يخص لا الرسم ولا النحت ولا العمارة. وكان الموضوع الأساسي في الفن هو الإنسان نفسه، ولم يعد الفن عملية نسخ أثر آلي لقالب معين تفرضه الكنيسة، وإنما أصبح تعبيرا عن عقلية الفنان. إذن سنلاحظ كذلك هنا ظهور النحت والرسم، وحاول الفنان أن يرسم الإنسان أو الجسم العاري بطريقة مغايرة شيئا ما عن الإغريق والرومان، وصوروا كذلك الفتاة عارية إلى غير ذلك. في مجال العمارة تم إرجاع قراءة كتابات فيتروف، هذا هو مهندس حربي روماني في القرن الأول قبل الميلاد، وقد بنى نظريته المعمارية على نسب الجسم البشري والدائرة والكرة. هذه النظريات لفيتروف سنلاحظ أنها أثرت في تفكير أهل فلورنسا وقادتهم إلى طراز معماري جديد، وأولهم برولونسكي. ستجدون في الدرس لوحة الرجل الفيتروفي، وقد رسمها ليوناردو دافنشي، وهي لوحة توضح وجود تجانس وتناسب ما بين جسد الإنسان والكون. إذن فن عصر النهضة هو فن تميز بطراز يتضمن العمارة والرسم والنحت، فيه آثار فنية أو فيه إرث قديم اللي هو الفن اليوناني والروماني كما قلت، فيه تأثيرات لمبادئ جمالية، فيه الإنسانية، فيه المسيحية إلى غير ذلك. وسنلاحظ بأن إيطاليا كانت في مقدمة النهضة الفنية لأنها كانت تضم عباقرة وخلفت إنجازات مهمة، ذلك دائما انطلقت منها المهارات الفنية. إيطاليا كذلك خلفت كنائس مهمة ومعالم دينية مهمة، وتعد كنيسة القديس بطرس التي تعاقب على تزيينها وزخرفتها معماريون ورسامون ونحاة إلى غير ذلك، أنها معلمة فريدة، وطبيعة الحال تركت لنا بصمة فنية جميلة. لذلك دائما نقول بأن العمارة في عصر النهضة انطلقت من إيطاليا، وتبرز لنا هذه المعالم بصمات الفنان الذي قضى جهدا كبيرا في إنجاز وتزيين وزخرفة هذه التحف. الباباوات كانوا يشجعون كبار الفن، ومن أشهرهم البابا جول الثاني 1504-1513، والبابا ليون العاشر 1513-1520. في عهدهما تم تزيين قصر الفاتيكان، وسنلاحظ النبوغ والعبقرية والخيال والجمال في هذه المعلمة. نبدأ قصيرة عنها قصر الفاتيكان، ويوجد بروما، هو مقر رسميا للبابا الفاتيكان، ثم بني حقيقة فترة طويلة من القرن 13 حتى القرن 16. علاش؟ لأن فيه بصمات لفترات مختلفة، وفيه طرازات وأساليب فنية متعددة، وهو مجمع معماري يضم كاتدرائية القديس بطرس وكنيسة سيسيان، ثم سكن البابا في غرف، فيه مكاتب، فيه ساحة القديس إلى غير ذلك. إذن تبقى إيطاليا في عصر النهضة
هي الدولة التي كما قلت التي لعبت دور مهم في تقدم الفنون، وكانت روما على رأس هذه المدن التي أعلنت الفن ورعت الفنانين. وسنلاحظ كذلك كما قلت وأن تشجيع البابوات كان مهم ودفع بالفنان إلى ترك إبداعات مهمة في تلك الفترة.